مساء النور يا فندم، ازيك عمرو بيه؟ اهلا بحضرتك. يعني النهارده سمعنا انه في قنبله بدائيه الصنع زي ما قال لنا يعني سياده اللواء عبد الفتاح عثمان في الفيوم، انفجرت لما جاءت احدى العاملات يعني تشوف ايه اللي في الكيس ده. تقول لنا يعني ايه اللي حصل بالظبط يا دكتور؟ هو الساعة 9 صباحا كده كان احد العاملات وهي بتنظف حوالين المبنى كلية العلوم عثرت على كيس اسود موجود بجوار الكلية. بتفتش الكيس بتشوفه لقت فيه عبوة بدائية صنع محلية انفجرت فيها. طبعا هي اصيبت بخدوش وجروح بسيطة، تم نقلها فورا على المستشفى والحمد لله سليمة ما فيش اي حاجة. نتيجة ذلك عمل أجراء تمشيط حوالين الكلية فوجدنا 5 أكياس موجودة بنفس الكيفية. فورا تم استدعاء قوات الحماية المدنية والجنائية على الفور، استجابة الشرطة لذلك، دخلت الجامعة فحصت الأكياس ديات وفحصت هذه العبوات وأبطلت مفعولها يعني في حوالي نص ساعة مباشرة. ثم بعد ذلك تم تمشيط المنطقة كاملة وفحصها بالكامل من قبل الجهات الأمنية للتأكد ان مفيش حاجة موجودة تاني، وعلى الفور تم تأمين المنطقة والحمد لله الامور سليمة. طبعا مبدئيا لما حصل حاجة زي كده تم اخلاء المبنى للحفاظ على الطلبة الموجودين، وبعدين مباشرة بعد ساعة ونص تقريبا تم استئناف الدراسة دي. تمام. هل الفترة المقبلة هتطلبوا انتم في ادارة الجامعة مثلا تدخل الشرطة بشكل اكبر بشكل مكثف؟ والله احنا لحد ما دلوقتي بنحاول نحكم السيطره على ابواب الجامعه. المسيرات محدوده، المظاهرات محدوده، يعني لا تتجاوز 70 او 100 طالب بكثير، بتاخد لها حوالي من ثلث ساعه لنص ساعه. الامر بيتوقف عند هذا الحد، فما فيش داعي لاستدعاء الشرطه. لكن الامر زي النهارده مثلا لما وصل لمرحله فيها خطر على المنشات او على الارواح او على الاشخاص بنستدعى الشرطه مباشره. ويعني بصراحة الواحد يعني لابد يشكرهم شكرا جزيلا على تواجدهم الدائم في محيط الجامعة واستعدادهم بسرعة شديدة ان هم يتدخلوا عند الطلب. نعم، شكرا جزيلا دكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم.